بونسوار. بعد أغلبية مناطق الحوض الشرقي تحت تأثير كتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية وبتؤدي إلى طقس صافي وحر. التفاصيل أكثر عن طقس لبنان منشوفها بعد فقرة صورة وشمسية بموضوعنا لهالشهر اليوم. وصلتنا صورة من منتهى. من بعد صورة منتهى منروح هلا على الدول العربية تنشوف كيف عم بيكون طقسها. جولتنا بتبلش مع القاهرة 41، تونس 30، الرباط 27 درجة، بغداد 46، دمشق 35، المنامة 39 درجة، والختام مع الكويت 49، الدوحة 41، والرياض 44 درجة. نوصل هلا على طقس لبنان. بكره الجو العام عم بيكون حار وصافي مع ارتفاع بدرجات الحراره. على الساحل الحراره عم توصل اقصاها ل 36 درجه، اما ادناها ل 26 درجه. عم بيكون في عندنا رطوبه منخفضه وعم بتسجل اقصاها 75%، اما سرعه الرياح عم توصل لل 30 كيلومتر بالساعه. بالجبل عم توصل اقصاها ل 36 درجه، اما بالداخل عم تتراوح بين ال 21 وال 43 درجه. جولتنا اللي بتاخذنا من شمال لجنوب بتفرجينا اكثر تفاصيل حراره ببعض المناطق اللبنانيه. بنبلش جولتنا من شمال مع كار 34، 35 بطرابلس، 30 بالقرس، 33 درجه بالكوره، 35 بالهرمل، 33 بالقاع، 31 ببعلبك، 30 درجه برياق. من كميل عجبال 33، 32 بميروبا، 36 درجه بجوني وببعبدا. بيروت كمان عم توصل فيها الحراره ل 36 درجه وطقسها بيكون صافي وحار. زحلة 39، 37 بشتورة، 36 بعنجر، 34 درجة بمشغرة، 33 بجزين، 31 برشية، 33 بمرجعيون، 34 درجة ببنت جبال، والختام مع بيت الدين 32. أما المناطق الجنوبية صيدا صور وقانا و 35 درجة. مثل ما ذكرنا لبكرة عم بيكون في عنا طقس صافي وحار مع ارتفاع بدرجات الحرارة. لبكرة الحرارة عم توصل أقصاها ل 36 درجة، أما أدناها ل 27 درجة. عم ترجع تنخفض لنهار التنين والتلاتة تتسجل أقصاها 32 درجة. بمنطقة الأرز الحرارة عم تتراوح بين ال 16 وال 30 درجة. لهون بتكون خلصت النشرة الجوية. بعتولنا صوركن على أكاونت الإنستغرام والفيتشر تي في أبليكيشن، وأكيد شو ما كان طقسكن المفضل لاقونا عطول على المستقبل.